أسعد الله صباحكم أحبتي مشاهدي قناة الفلوجة، برنامج صباح هنا اليوم من أمام مبنى وزارة الدفاع، وقفة للسادة المفسوخين عقودهم، إجراءات دخولهم ضمن السلك العسكري، كيف هي الإجراءات الخاصة بالمفسوخة عقودهم. اليوم متواجدين من أمام مبنى وزارة الدفاع، وخلفي السيد اللواء لواء تحسين مدير اعلام وزاره الدفاع، اتصلنا به مشكور وحنسولف وياه ويا الاخوان المفسوخه عقودهم حول اليه ارجاع الملف او ارجاع خدمتهم باجراءاتهم من وزاره الدفاع. حنسولف ويا السيد وزير السيد مدير اعلام وزاره الدفاع حول قضيه ارجاع المفسوخه عقودهم، وهاي التجمع وهاي المجموعه كلها عندها طلبات. يعني بعد اذنك حبيبي على الموضوع هذا. السلام عليكم سياده اللواء. عليكم السلام، الله يسلمك. شوف الطلبات اللي حولك. والله هم كلهم، يعني اللي عنده غياب واللي عنده موظف مدني واللي ملاقي اسمه واللي اكو عندهم جايين من المحافظات يريدون ياكدون انه تواجدهم وجديتهم. احنا هنا قدر الامكان نقدر نساعد الكل. هسه الاخوان هسه هنا اللي جايين اغلب شغلهم هسه مثلا عندك هنا اكثر من يعني 100 قال لي مثل ما قلت اسماء انه ما ظاهره، راح نشيك بالحاسبه المركزيه هنا عندنا ونشوف شنو السبب ونعطيهم التعليمات وان شاء الله يتوجهون ويروحون. هذه نقطه. النقطه الثانيه، الاخ هنا موظف مدني، الموضوع اعاده المفسوخه عقودهم ما شمل الموظفين المدنيين، يعني لان الموظف المدني انا هسه كنت احكي وياه بحكم المفسوخ عقده او يعتبر مستقيل اذا يعني تخلف عن الحضور اكثر من 10 ايام. سيدي ما تخلفنا، بس اكو احنا بينا جماعه ما تخلفنا، جينا الوزاره دزونا للتاجي، التاجي دزونا صعدونا بسيارات. قالوا انتم راح تروحون للموصل. زين زيد احنا موظف مدني، لا عندنا سلاح، لا عندنا شيء نقاتل به. انت هسه موظف مدني لو لا؟ موظف مدني سيدي. قالوا لك اصعد وروح التحق لو لا؟ اي وين التحق سيدي؟ اسمح لي، ايش سويت انت؟ درت وجهك ورحت. شو تريد من عندهم هسه؟ مدر لا مو انت هسه بدك تحكي. سيدي احنا قال لنا موظف مدني تعالوا قبل هنا، انتم روحوا وبعدين ندز عليكم، وطينا ارقام تليفوناتنا وهذا اليوم. شاهد الله سيدي. انت هسه بالتاجي بالتاجي بالتاجي، جينا الوزاره هنا قالوا انتم ما لكم علاقه، روحوا للتاجي، التاجي هم يسوقوكم على وحداتكم. والله العظيم رحنا هذا الكلام هذا الكلام اخي، هذا الكلام هو موظف مدني من ما يلتحق ورا 10 ايام يعتبر بحكم المستقيل. زين احنا شنو ضيفنا سيدي؟ زين، وهسه انت راح تروح للحاسبه المركزيه وراح اخذه وياي وراح اطلع له بالضبط تاريخ الاستقاله مالته. رحت سيدي رحت. ايش قال لك؟ رحت قال لي انتم مشمولين، ماكو بيكم كتاب، لا قال لي غياب، لا قال لي هروب، لا قال لي كذا. انت كموظف مدني، لانه بعد ما اجت بكم التعليمات، انتم قانونكم يختلف عن قانون الجماعه. الجماعه قانون الخدمه والتقاعد مالهم ما يشمل ضوابطكم، انت على قانون الخدمه والتقاعد المدني اللي ما له علاقه. قرار زين، احنا انا سمعت اكو ما قبل التاريخ الفلاني واكو بعد التاريخ، شنو موضوع الاخوان؟ هو من 10/6/2014 يعني هذول المشمولين فقط. زين، بعد 10/6/2014 الحقيقه يعني هم المشمولين 10/6/2014 فما فوق صعودا، قبل 10/6/2014 ما مشمولين. ليش؟ لان اكو ضوابط هم خلوها عدوها للحالات اللي صارت عندنا. احنا مع هذا ايضا راح ننظر بهاي الطلبات، خصوصا المدنيين اللي ما اجت وياهم وما انشملوا بهذا الموضوع. يعني هذا الموضوع هسه قال لي ما مشمول، كودا شهر الرابع 2014 شهر الرابع يقول لي ما مشمول 2014 ايش وقت؟ شهر الرابع يقول لي ما مشمول 4/4/2014 انت شهر الرابع، يعني هو يوم واحد مو القرار حددوه، يوم واحد هو يعني ما يصير ما تقدر. انا فوش كامل كان بس مرخصتك، انا جري حرب هنا انزل فضل خوذ القناص وعندي بلاتين برجلي كاتبين عليه متسرب، رحت المركز تجميد يقولوا لي انت متسرب، هسه فحصت هنا حطيت اسمي يقول انتم متسربين. زين الوحده مسويه بيها مجلس تحقيقي عدم مقصريتي وانا عندي عجز استاذ. هسه شنو الاشكال اللي عندك؟ الحاسبه مال الوزاره تقول انتم متسربين، انا بلن عاش مسربتنا الوقت. يا سنه 2014 شهر التاسع زين. وش قالوا لك؟ ما قالوا لك روح افحص؟ لا قال هسه شو اسمه الوزاره الحاسبه يقول انتم متسربين كاتبين عليكم.
وانا الله شاهد عدل بالقرار. انت ما تفتهمني، انت شو وقت انفسخ عقدك؟ شو وقت تاريخك؟ 7/9/2014. ليش ما مشمول 7/9؟ يقول لك اتبيع لكم متسرب او الحاسب. هو انت يعتبر بحكم المفسوخ عقده، شنو متسرب؟ هاي سيدي والله هسه راح نشوف شغلتك، هسه ويانا راح نشوف شغلتك. بالله الكريم سيدي انا عد بلاتي نبرج حشد الدفاع. بس على الكتاب بعد تعال سيدي. احنا هذا عندنا عفو عام صدر من رئيس الوزراء، بس مرخصتك شويه كاميرا، كاميرا وراك بعد اخوك. هذا كتاب عفو عام من رئيس الوزراء صادر من رئيس الوزراء ب 2014 13 بالشهر. زين بعد رجعنا للقياده عمليات البصره، كان بوقتها لواركن باسم الطائي. زين قلنا له سيدي هذا عفو عام صادر، ليش ما ترجعنا؟ قال روح رئيس الوزراء هو يرجعكم. زين او ما التزم اي اوامر، او احنا فوج كامل، هاي مظلوميه فوج كامل. زين زين انت ليش تروح على القديم؟ انت هسه جتك فرصه. سيدي بالفرصه سيدي بس اسمح لي بالفرصه، رحنا للتجنيد مال البصره، اسامينا ما موجوده. فسخ العقد يحكي هذا فسخ العقد عندنا شهر 9 يوم 7 بالشهر. زين ما مشمولي؟ لا هسه انت طبيت جوه؟ ما طبيت جوه. الا عاد مو ايش قلت لك انا هسه قبل شويه؟ مو قلت لك راح تتفضل وياي وطب جوه نطي كل هذا؟ انا القصاص ما مختومه. يا المفسوخ عقده، المفسوخ عقده يجي ما طلع اسمه بالحاسبه بالديوانيه، انا ما طلع اسمه بالحاسبه، اجيت لهنا اعطونا هالقصاصه، مشيت للتجديد مال الديوانيه، هذا حكي مشوا جماعته مو انا شخصيا، قالوا لهم لا الا مختومه الوزاره. يعني سمعت جماعتك يعني مو قالوا لك عن 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 فلان؟ لا لا هسه راح تطبون هنا، ماكو واحد ما عنده حق ما ياخذ حقه، بس لا حد يقول عن فلان عن فلان عن فلان. سياده اللواء ما يرجعوهم، سياده اللواء سياده اللواء فعليا ما يرجعوهم على مود الختم، يعني فعليا ما يرجعوهم على مود الختم. لا هسه احنا راح نتاكد، راح نتاكد ونطب جوا ونتاكد يعني حتى لا يروح المحافظة ويرجع. طبعا لا طبعا شلون لا راح نتاكد هسه. سيدي مرخصتك، انا عندي اخوي شهيد. تفضل. هاي عندي اخوي شهيد وانا جريح، هسه يقول لي انتم كاتبين عليكم متسربين. نعم. فيقول لي انتم ما مشمولين، لا انا ولا صاحبي هذا اللي حاشاك. من يا يوم انت؟ احنا 7/9 انفصلت عقودنا. 7/9؟ نعم. وهاي الرساله الفوريه. تفضل. اي 7/9 بعد شكو، ليش ما مشمول؟ ما ادري. قال لي تفضل ويانا، ما لك علاقه. هاي تاريخ 7/9 اكو اكثر من مشمول، اكثر من 10/6/2014 يعني مشمول. اي تمام. هذه هسه راح هذه التفاصيل الخاصه. الهروبين عنده هروبين. هروبين يعني احنا بدنا نحكي على شنو؟ التعليمات واضحه، اللي عنده اكثر من هروب ما مشمول، مره واحده مشمول. زين هاي التعليمات من اتخذها؟ هاي اتخذتها لجنه من الجيش والداخليه والمخابرات والامن الوطني ورئاسه الوزراء كلها هاي، وخلت هاي التعليمات، قالت يابا من 10/6 بعد ان صارت الازمه مال الموصل الى صعودا، لان الطرق انقطعت، ناس انجرحت وما قدرت توصل، يعني هاي الكثير اخذوها في حساب المظلوم. من يجي هسه هنا المفسوخ عقده، شنو الاجراء اللي بعدها؟ اخذ هذه القصاصه يفحص يكمل. احنا سوينا هسه، احنا خلينا الخميس. نعم. كل خميس اللي فحصوا الاسبوع كله. طيب. نسوي لهم خلينا نقول اعاده تثبيت المعلومات واعاده تشيك المعلومات. طيب. يوم الخميس ما راح نفحص به، راح نكملها كلها ما جرى من يوم السبت الى حد يوم الاربعاء بالليل اللي هو الساعه 10/11 بالليل، ايش قد ما كان نرفعها حتى تصير مركزيه. هل قد جونا؟ هل قد نجحوا؟ هل قد اجتازوا؟ وهل قد يعني ما قدروا يجتازون الفحص؟ هاي كلها ترفع من اجل ان من نبدا يوم السبت نبدا بقاعده بيانات جديده ومعلومات جديده حتى نكملها، لان الاعداد كثيره جدا. يدخل ضمن فحص طبي جديد؟ شلون العد؟ يعني مثلا واحد يعني مثلا عمليه صارت بعد الفصخ او صارت اعاقه عنده بعد الفصخ اثناء فتره عدم وجوده بالقوات. هو هذا اللي احنا نقوله، نقوله يدخل هو عمليه فحص، وبعد الفحص راح يحدد مثلا اذا كان عمره كبير او تعرض الى حادثه او تعرض الى حاله معينه راح يعزل على صفحه، وهناك اجراءات ايضا خصوصا اذا كان عمره كبير، يعني اما التقاعد او اما ان يخلوه في وضع يتناسب ويا وضعه. الشباب اللي اكثر يجب ان يكون صالح للخدمه العسكريه، لانه حتى نعوض النقص ونعوض الوحدات اللي عندها نقص بهالحاله. تمام حياك الله سياده اللواء. الخاصين بالدوره 82 شنو موضوع؟
اللي متظاهرين امام الاخوان بالدوره 82. احنا سوينا قرعه، والقرعه كملناها وخلصناها وانسحبت امام حتى اعضاء مجلس النواب، امام الوزير، ويقول لك اني يعني فرصتي هاي ليش ما يعني طلع اسمي. احنا سوينا قرعه اللي طلع اسمه يعني تقريبا عددهم ايش قد هم اللي التحقوا 700 شخص هم كلهم مجمل وياهم 350 عسكري. فالبارحه رئيس الوزراء عفوا السيد وزير الدفاع المحترم قال يابا احنا تبشرونا الاخوان البرة انه عندنا 700 اسم راح نفتحها على دوره 82 وايضا اللي ما طلع اسمه حصرا بيهم هم راح نسوي لهم قرعه وراح هال 700 محصوره لهم ان شاء الله. لا 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 لان هم فاحصين وكاملين وجاهزين. سياده اللواء نقدر نتحدث معاهم لا اي هذا نعوف الموضوع. اي والله زين سيد، بس على مود اللي التحقوا بال 2014 وقاتلوا من ضمن القواطع ويا الدفاع شلون يعني حشد الدفاع غير حشد الدفاع؟ انتم حشد الدفاع في وقتها هيئه الحشد الشعبي قالت هم كلهم يجون علينا على رئاسه الوزراء، مو صحيح؟ لا صحيح. لو انتم رحتوا الدفاع لا انتم سويتوا، انتم ما التحقتوا وياهم لانه احنا اول شهرين اذا تسمح لي اول شهرين احنا كنا متكفلين بيكم واحنا نعطيكم رواتب واحنا اللي نشرناكم. ما استلمنا رواتب. احنا ما استلمت. ما خدمنا والله. انت شو التحقت؟ انا تقريب بال 2014 في الشهر السابع الشهر السابع يعني من بدات المعارك. هي الحاله بدات 14/6/2014 الشهر السادس تقريبا هيك. احنا اجينا ويا الدفاع، اجينا بالفرقه الاولى على. انت وين منشور هسه؟ انت وين منشور؟ انا هسه منشور على اللواء الاول يا فرقه الثالث يا فرقه الفرقه الاولى رد السريع الفرقه الاولى. انت رد سريع. ايه؟ انت على اليمن بس منشور. لا لا على اليمن. انت رد سريع على الداخليه؟ لا على الفرقه الاولى رد السريع للدفاع. بس احنا نشرنا احنا نشرنا سيدي اذا سمحت احنا نشرنا باوامر القسم الثاني. يعني احنا حشد مع الدفاع، احنا ضعنا بين الحشد وبين وزاره الدفاع. نروح للحشد يقولوا انتم قاتلتوا يدي، ومن ضمن الاوامر اللي كنا نستلمها احنا من ضمن اوامر الدفاع. احنا ملفكم كامل هسه. ذاك اليوم وزير الدفاع ناقشه ويا من ويا قائد عمليات بغداد وقال له قياده الفرقه 17 والفرقه السادسه، لان قياده عمليات بغداد هي الوحيده اللي اخذت حشد. وأتصور سياده اللواء السيد وزير الدفاع التقى بالسيد نائب رئيس الحشد الشعبي. نعم. ابو مهدي المهندس. اي التقى به وأتصور التقى يعني هذا التقوا التقوا ناقشوا اولا ملفهم. وايضا اكو يعني تدري انت القائد العام اصدر امر ديواني بانه الحشد ينضم ويا المؤسسات العسكريه. فانتوا يعني اني يعني كون على ثقه، يعني اني اطمنك انت والخوات هذني اللي هن موظفات، مو انت الموظفات اللي تعالوا اللي انتوا 400 انتوا يمكن 429 موظف. لا استاذ اني عندي اني زوجي شهيد صار له 10 اشهر بوزاره الداخليه على فوج المهام والواجبات، فعندي ابني سادس علمي. اي ف يعني قدم على هذه دو يعني 110 اعتقد هي. اي فحتى هذا مال الاستشهاد مال مؤسسه الشهداء جبت له، وهو سجلته 5.5 يعني عمره 5.5 فمشى بالدراسه تخرج العام يعني هسه السنه تخرج سادس علمي، ف يعني يراد الاستثناء بعد عمره ناقص 5 اشهر. فقلت بكت ما حضرت. مقبول اولا مقبول هو قدم هذه. اي هذه بس قدم مواليده. انتم طالبين اخر شيء 1/1/2001 هو 28/6 السنه. اوكي 2001 اي 2001 هو مواليده. اوكي بس الشهر عندنا من العمر يعني هو اصغر من العمر المطلوب بس بالشهر والسنه هو 28/6 انتم طالبين اخر حد 1/1/2001 هو 28/6/2001 يعني قرابه 5 اشهر. خمسة اشهر يعني اكبر؟ لا اصغر اصغر يعني معناه ما مشمول. هسه اسبوعين من دخل ال 18. خلي نشوف طلب ما دام اصغر خلي نشوف. اي واستاذ يعني هو والده همين من الشهداء وهو الكبير مالتي وعده ويفترض ذوي الشهداء من الدرجه الاساس طلب ان شاء الله ونشوف شنو التعليمات. الاصغر يعني يقول لك بعده حتى ما واصل وعنده هذا ودخل هو. خلي نشوف خلي نشوف هسه خلي نشوف. جامعة بغداد هندسة إن شاء الله. جامعة بغداد بس تابع الموضوع السيد لواء تحسين. احنا محافظة كركوك. اي رحت داخل كيوان
احنا صار من 2014 نار احتلال الدواعش داخل كيوان قاعد نداوم ولا انسحب نور عشي هم كلكم علم انه من هي من كيف سقطت على ابو الاعلام قول لي لدزني لواء تحسين وحيد على روح داخل كيوان انه منطيتونا الله يوفقكم ويستر عليكم انه منطيتونا هالعفو هذا ورايتكم بيضه رحنا قال مالكم سامي يا ابو شلون مال سامي يا انا قاعد عندي عرف دقيت بالتليفون طلعوا رقم الخصائي رقم الخصائي هذا موجود طلعته قالوا موجود اسمك ايه جيت هنا وانا اقول اسمك ماكو شلون طلعوا رقم الخصائي واسمي طلعت الجنسيه القديمه قالوا ما لك اسم انت بنوبه طلعت جنسيته القديمه هذه طلعوا اسمي قلت عشان انا طلعت هذه الموحده هذا الموحده شلون بس اسمح لي انت عندك يعني عدم دقه بقاعده البيانات الحاسبه هاي اذا حرف بيها يتغير القاعده مال البيانات مالتك كلها تتغير هسه ليش من انت طيت جنسيتك القديمه طلع اسمك ليش من خليت هذه ما طلع اسمك فقره النوب سيدي من رخصتك انا هروب واحد عندي من احتلال مال الدواعش ما عندي هروب قال عندك اثنين قلت قسما بالله العظيم ما عندي هسه انتم دقيتوا اسمي قلتوا راح نشوفه اسمح لي قلت مالك اسم وخالع وشو دقوا هسه راح انا اعطوني قراصه هذه بس انا نيابه عن اخواني همك اخواني شلون انا دافع روحي هم نيابه عن اخواني هم مثلي مظلومين هم مثلي مظلوم هم مطلعين موحدات بعد شنو يعني محامي على الجميع لا بعد شنو يخلي كل واحد يطرح طريقته يعني انت يجوز عندك حاله معينه هاي الاخ هنا يجوز تختلف يجوز تختلف مو مثلك مو بالضروره ان يكون مثلك انا اعطيت الجنسيه الموحده يعني الجديده دوله طلعتها لي مو انا طلعت الدوله يعني الدوله طلعتها ما يصير بها خطا يعني يعني حرف معين انت انطيته غلط الخطا هو اللي قدم البيانات الخطا على قاعده البيانات فالله طلعت جنسيته القديمه طلع لي اسمي سيدي انا اعطوك اياها لو لا انطونيا بس انا هم توكل بالله وروح افحص لا اله الا الله لا اله الا الله السلام عليكم اهلا ومرحبا انا نائب ضابط فرقه 11 اي زين انا مره واحده صار عندي حاله طارئه ورحت ليلي هسه زين اذا اكو يعطوني ثلاث عفو ثلاث هروب يعني ثلاث مرات تطوع عفو هذا العفو شو اكيد من طلع عفو غير هسه شلون طلع لي ثلاث هروب عندي انا شلون انا عودت نفسي وهربت عودت نفسي وهربت شلون انت كم مره هارب مره واحده صار عندي حاله استثنائيه خليت ورحت ليلي وهسه يقولوا لك ثلاث مرات ثلاث مرات زين اذا هاي ثلاث مرات كم عفو سيدي صار لي ثلاث ايام بالبصره هنا ببغداد انا اهلي بالبصره لا ظلت بريه اروح للبصره يقول لي البريه هسه طب هنا أنا. ما لك علاقه بالبصره دخلوني جوا على حسب الاصول خوش بس ثلاث مرات هار انا سرايا هسه انا ماكو مشكله هسه بعد رجعه مال ارجع بعد ما راح ارجع ليش انت مرتكب جريمه الغياب اكثر من مره لا هسه انت صار مرتين مو مره سابقا ومره هسه لا لا سيدي انا ب 2009 هربت مرة واحدة إيه؟ خوش حكي وليش انفسخ عقدك بس ب 2016 تم الفسخ العقد ليش تم فسخ العقد بسبب الهروب هربت من 2009 خوش حكي إيه؟ زين هسه هو بيمن يريد يقنعني بس ما يعرف شلون مع الاسف يقول لي ثلاث مرات انت عندك هروب زين انا العفو ثلاث مرات لا هسه راح نروح نشوفه نعطيك الاجابه الشافيه اولا يعني هسه انا المذلي بس انت لعلمك انت إيه؟ انه ارتكبت صح جريمه الغياب ب 2009 بس للاسف انفسخ عقدك ب 2016 مو هاي كلها اجراءات اولا اذا تسمح لي اولا المجالس الحقيقيه والهروب تعتمد عليها سابقا كانوا ما يفسخون عقد الجندي مو صحيح؟ لا سيدي العفو كان من يهرب يفسخ عقدك؟ اي طبعا اتمنى لا سيدي العفو العفو النظام العسكري هسه انا نائب ضابط بس اللي عرفته يعني انا بهدل الامريكان النظام العسكري يقول ماكو هروب فسخ عقد انا داومت ويا الامريكان قاعده الامريكان بالنعمانيه انتم قبل لحد 10/6/2014 كان اكو فسخ عقد اي بعد شكو لانه كان شنو يعني اكثر من اثنين ثلاثه عفوا سياده اللواء اليوم كل الجنود المنتسبين بالشوارع كلهم عقود يعني كل قواطعنا لا منتسب منتسب عقد لا منتسب ماكو عقد منتسب بوزارة الدفاع طيب على قانون الخدمة والتقاعد العسكري ليش سموهم فسخ عقد فسخ عقد لأنه وصلت إلى مرحلة أنه أكثر من ثلاث مرات يطلع وما يرجع مرة ثانية أو يرجع ويتعود ليش تسميتهم فسخ عقد ليش أنا أقول لك ليش لأن هسه راح أجيك بالإجابة إحنا من صار السقوط إحنا احتاجينا مقاتلين الإخوان المقاتلين اللي ما قدروا يلتحقون
واللي ما سنحت لهم الظروف واللي سابقا ما قدروا، احنا نحاول ان نعوضهم. طيب هذول من نعوضهم غير تجينا درجات وظيفيه وتخصيص مالي؟ فالدرجات الوظيفيه والتخصيص المالي اخذوا مال اللي انفسخت عقودهم اللي ما التحقوا بعد، هاربين بعد ما التحق، وعوضوا بدالهم ناس مقاتلين واستمرت الحاله. فتره الامريكان كانت اكو عقود مع ما فتره الامريكان تختلف عن فتره احنا كوزاره الدفاع. هسه انا ما اريد شيء سيدي، هسه انا كل شيء ما اريد. هسه انا لاريده اهم شيء يكون منه اروح اداوم لي بشركه، اللي يعني الشركات تابعه لوزاره الدفاع ما تستقبلني، بيبي شركه ما تستقبلني، هسه اروح هسه اريد اعيش الحياه المدنيه، ما اريد الجيش. عمي ما اريد بطلت هسه، غير قالوا لي عمي انت مالك اسم مالك هاي، بس انا اريد اكون من اروح اداوم لي ببكان ما يطلع لي انا داوم بوزاره الدفاع ويطردني. لا لا ما يرد. يعني الوزارات المدنيه مثلا وزاره النقل تداوم بيها يجيك يحدث، هذا عندي كتاب يثبت يحدث. يعني احتار يعني معناه اللي يروح يدري لي هو انت شو وقت رحت، بس على كيفك. هي ترى مو طرح بالهذا، هو قانون لو شنو القانون شو يقول؟ انت جنابك رحت بوزاره النفط النقل لو النفط النقل من رحت رفضون شو يا سنه يا سنه ب 2011 هو وين داخل هروب؟ ب 2009 ب 2009 شو وقت انفسخت عقدك؟ 2016. اذا هم شلون اذا انت ما مثبت حقوقك لهذا شلون تريدهم ينطوك الاوكي؟ سيدي السؤال هو انا بهدي الامريكان يعني مو من حقه هو يفصل يا اخوي بعد ال 16 والهروب ما ياكل بعد ال 16 اليوم هسه مفسوخ عقده رسمي هسه انفسخ عقده رسمي هسه اذا يروح لاي مكان راح يجي مؤشر اسمه بالداتا ما له علاقه اي ما له علاقه انتهت علاقتك يحدث من وزاره الدفاع حسب المفهوم التسمية أستاذ حبيبي المراتب يقول الكتاب اللي يقول بالمراتب لا يستحق له بالتعيين الثاني يعني بوزارة ثانية ما يصير تعين يعني أنا متنسب على وزارة الدفاع مو أنت انفسخ عقدك انفسخ عقدك عرفتك تأخذ إيه تأخذ براءة ذمة مثله تجي اللي هنا ونسوي لك براءة ذمة ونشوف أكو شيء بإشكالاتك وتأخذها وتروح الأخ العسكري شو موضوع أنا قدمت على الدورة 104 وقدمت على الدورة 105 وبال 105 ما يعني ما صارت وما طلع اسمي بال 104 كنت مدني قالوا معدل أقلية 63 علمي قالوا لازم معدل 65 تعينت بالعسكر حتى أصير عسكري وقدم على الدورة 105 صرت عسكري وقدمت على الدورة 105 وما طلع اسمي عفت الكلية العسكرية الأولى درست 4 سنين كلية أداوم وأدرس كلية أداوم وأدرس كلية والله العظيم يعني أطلع بالليل من البيت أرجع بالليل للبيت خلصت كلية 4 سنوات قدمت على الدورة 82 معدلي 67 باللياقة البدنية معدلي 87 ومستوفي كل الشروط لياقة وركوض وكلها وقيافة يعني وحتى اللجنة اللي عجبت فيها تاليها بالمقابلة يقول لي عدة غيابات العدة أكثر من غياب 3 أيام وفوق ما قبلوهم العدة يومين ويوم قبلوهم زين أنا هسه من دقوا اسمي من جيت أقدم المظلومية مات للسيد الوزير قالوا نشوف اسمك إذا عدة غيابات أكثر من 3 أيام نقول لك أنت روح وإذا ما عندك أقل إحنا نقدمها اللواء تحسين دقوا اسمي وهاي يومين غياب كاتبين بيوم 5 ويوم 2/5 وحتى الجامعة هسه إذا تخابر عليهم يقول لك إحنا جماعة اليوم إحنا مشاهم وهسه أنا جماعة كليتهم ملتحقين بالدورة وأنا قاعد هنا أنا أقدم هاي المظلومية مالتي ما حد يوصل ليها للوزير وأنا مقاتل وخدمتي 6 سنوات جبتها من قاعدة القيارة من الموصل ما حد يوصلها منو قال لك؟ هاي من واحد لا المن سألت لا المن سألت وما حد وصلها المن يلا قول لي هسه واحد ما حد وصلها سيدي يعني انا هسه انت مو تشتكي مو هذا اعلام وقدامهم هسه احنا مو تشتكي انا عندي دوام انا مو اقدر خلينا نوصل لنقطه حل هسه انت دورتك حاليا موجودين ملتحقين دورتي انا مجرد الوزير يوافق لي على قضيه استثنائيه سريعه يعني بما انه ملتحقين حاليا مو قضيه استثنائيه احنا عندنا ضوابط وتعليمات الضوابط والتعليمات اذا هو عسكري ما يعرف الضوابط والتعليمات هو اوامر الاعلام انت تعرف الضوابط والتعليمات لو ما تعرفها اي هسه انت قليت وحكيت تفضل وين استاذ علي استاذ علي تمام هسه انطيه خليك هنا قريب عليه صديق يلا استاذ حبيبي خليك قريب عليه استاذ هذه المشاكل كلها بداخل الوزاره كل جان خاصه بكم غير بعد شلون غير هذا اللي تنحل بس الناس نشوف قضيه الحاسبه شنو اجراءاتكم جوا حاسبه هسه انا بالمطار رحت يومين هاي يومين بالمطار اي اسم ما الي هسه جيت للحاسبه لقوا هنا اسمي مشمول لو ما مشمول انت شو وقت انفسخ عقدك 15 شو وقت هربت؟ 8/8/2015 شو وقت هربت؟ هربت بال 10 13 13/5 يا سنه 14 وعندي عجز
هاي مكتوبه سيد. لا مش ليش تدري ليش؟ تاريخ تسقط بال 17 تاريخ الهروب مالتك 13/5/2014 احنا بدنا نحكي من 10/6 يعني هسه ما مشمول. ما مشمول؟ لا سيدي العزيز بس بخصوص الجرحى نقدر نشارك؟ انت مشمول. مشكور سيدي. سيدي والله العظيم هسه اريد نشوف حتى شنو معناته ومن العالم القاتلت وصمدت بالقياره. مشمول. عمرك 19. انا نادي اذاعه ها سيدي؟ انت توسط لي لان انا مظلوم. شنو موضوعك؟ سولف بس على السريع. مظلوم ما ها هاملني انا عندي زين حتى لو عندي نعم تاريخ الهروب مالتك 13/5 على ذيك الخدمه يعني قبل على ذيك الخدمه سيدي هذا كل هذا النقاش مع السيد لواء تحسين والساده المفسوخين عقودهم انا مظلوم بيش مظلوم هذا بيش نقاش مباشر معاهم حول قضيه يا ما ماشي عليه خلينا نشوف الحكي ما ماشي على التقاعد رفضت التقاعد اذا رفضته وزاره الدفاع شو لها علاقه هي الابو هي الابو هي راسنا لانه امام الشعب قال سيدي انه انا بالله محمد انا مسؤول على الكل فانا مظلوم بالجيش السابق كتبوا علي ذاك الوقت كتب ظلم ومنظمه حزبيه نفت كل حقوقي وحتى انا عندي عدد طلعيك تقاعد طلعيك تقاعد واسباب صحيه مو تقاعد انا اريد حق قانوني شنو حق القانوني لا عندي هويه لا عندي مشاركه بالدواء لا عندي اي شيء مهمول ولا عندي مراجعات لا هم هاي اولا انت عندك تقاعد والتقاعد مالتك موجود اي نعم وانت اجيت التقاعد يا حجي اي ما حجي اطلع اطلع وانادي انادي واحنا بخير بس احنا اقول لك حكايه انت ما نمشي شنو الحق؟ عندك حق تاخذه ونص هذا حقي اي هذا حقي انا بالجيش السابق حجينا الله يحفظك تاخذ راتب تقاعدي لو لا لا مو على الراتب التقاعدي على اهمالي انه انت مو من شو اسمه مو اصابتك اثناء الحرب من ذا لا تقدر لانه اكو شو اسمه اكون هناك راضي يمكم لولا سياده اللواء لا مو يمكم احنا نشكرك حجينا الله يعينك يعني الله يكون معانك الله يحفظك هذا كان حوارنا مع الساده المفسوخه عقودهم فاصل ونستمر بحلقتنا من امام مبنى وزاره الدفاع اهلا وسهلا بكم احبتي المشاهدين مستمرين بتغطيتنا من امام مبنى وزاره الدفاع الساده المفسوخه عقودهم وتفاصيل العوده وكل المطالب اللي طالبوا بها المواطنين المفسوخه عقودهم هي امام انظار وزاره الدفاع امام انظار رئاسه وزراء ونتمنى قضيتهم تنحل ان شاء الله بصوره ترضي الجميع وخاصه ترضي عوائلهم ووضعهم الخاص بهم واحنا نعرف اغلبهم وضعهم المادي متعب التقوا بالسيد اللواء تحسين مدير اعلام وزاره الدفاع وناقشوا معه تفاصيل العوده والاشكاليات اللي تواجههم في مقراتهم او في الافواج نكمل حوارنا ويا الساده المتظاهرين السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اليوم حالاتكم مختلفه لو مش شابهه لو شنو المفسوخه عقود والله راجعنا شو اسمه احنا كركوك راجعنا مركز تدريب كيوان قالوا اسمك ما موجود بالحاسبه نعم. بالتدقيق وهذا قالوا تراجعون برية رجعت للبريه البريه ما استقبلونا كذبوا علينا اخذوا المعلومات على اساس وهذا قالوا تروحون النوب على مطار المثنى رجعنا على مطار المثنى هذا صار 4 ايام واليوم على وزاره الدفاع راجع نشوف شكون ما صار ولحد الان كنا متضررين ومنتسبين قدماء انا عندي 1/1/2005 تاريخ انا متعين قد خدمت كم سنه؟ تقريبا 9 سنوات تسع سنوات اي والله وصلت هذه الاحداث شنو سبب الفسخ مالتك هروب لو شنو هروب يعني كم هروب كم واحد بس واحد هروب بس واحد اي هو الواحد مشمول بالعوده لو لا والله الحد ما ادري ما يقولوا لك اي شيء ما يحكوا لك الصح اسمك بالحاسبه يقول ما موجود هاي روح دبر نفسك راجع وزاره بريه مشكلتك تمام وتروح اليوم طبيت خذ قصاصه لو بعد لحد من وزاره الدفاع ما اخذ بس من البريه ما استقبلونا اصلا بس كتبوا تعليمات وكلاوات كذبوا علينا قالوا تراجعون على شو اسمه مطار المثنى احنا كنا تجنيدنا كركوك تمام
كركوك انا اشكرك. السلام عليكم حبيبي. عليكم بغداد ولا محافظات؟ لا من بغداد. زين شنو ايش قالوا لكم؟ والله على المفسوخه عقودهم. قالوا لنا تراجعون هنا على دق اسمك حاسبه اذا مشمول من 2014 الشهر العاشر، اذا اثناء هذا يعني عابر هذا الحد انت مشمول او بعده ما مشمول. اي فانت مشمول لو بالقناة؟ الحمد لله مشمول. اي مشمول. شو وقت تمشي بالاجراءات العوده؟ والله ما اعرف الا اروح للقرار شو اسمه للمقر البريه. يلا اعرف بعد ما رايح. يعني ممكن انه يرجعوكم لو ماشي قضيتكم ان شاء الله. هسه انا قدمت في مطار المثنى. طيب صارت تعيينات ورحت قدمت ويوم كامل انا واقف من الصبح الثاني يوم ب 12 بالليل طبيت فحصت وكملت وطوني قصاصه قالوا احنا نخابرك. طيب فبالتليفون دزوا له رساله تم تعيينك بالجيش العراقي عليك الالتحاق في مطار المثنى. حلو. التاريخ الطونيان. ايش وقت الرساله؟ هاي بال 2014. اها موضوع قديم. اي وهسه قالوا عوده. طيب. بس انا شنو من انطونا هاي الرساله ما باشرت يعني ما رحت. بس انا كملت فحص وكملت وهاي بس ما داومت. حتى ما باشرت هذا معناه يعتبر انه راحت الفرصه عليك. احسنت. فهم هسه قالوا جزاهم يعني قالوا يا بس انت اذا تيجي تقدم على تعيين قدم عادي لان انا بدي اطمئن خاف يصير تعيين ثاني. تريد تطمئن انه انت ما مشمول انه قضيه انه ما ترجع بعد. خاف اتعين مره ثانيه ويقولوا الا تفسخ عقدك من هاي الوزاره وزاره الدفاع يلا تجينا نعينك احنا بوزاره الداخليه. فهسه انا جيت يعني شلون مثل ما قلت اطمئنيت. قال هسه اذا تريد تروح يحق لك تعين باي وزاره تعين لان انت هسه العقد مالك يعني مرفوض يعني انه ما مفهوم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا ب 2014 جيش عراقي فهسه دقيت اسمي طلعت مشمول الشمل هسه الحمد لله مشمولين انا اكو جماعه ما انشملوا حسب الهروب المتسربين حسب الهروب مالتهم يعني حسب النزول شوف شلون شرى شوف هاي كلمه واجراءاته والحمد لله والشكر. الحمد لله. نشكر قناتكم الموقعه. حياك الله. حبيبي شكرا. هذا اللي يتحدث به المواطن امام مبنى وزاره الدفاع. احنا تحدثنا ويا المواطنين، تحدثنا على التفاصيل العوده وكان اكو حوار مباشر مع السيد لواء تحسين مدير اعلام وزاره الدفاع. حنتوجه الى مبنى وزاره الدفاع داخل وزاره الدفاع للحديث مع السيد اللواء تحسين بالتفاصيل الدقيقه. كان حوارنا مع الساده المفسوخه عقودهم في وزاره الدفاع. تحدثنا مع المفسوخة عقودهم وتفاصيل العودة وإجراءات العودة والمطالب وما يحتاج اليوم الجندي اللي كان في فترة ما تسمى فترة الهروب أو فترة الانسحاب وما إلى ذلك. برفقتنا كان السيد اللواء تحسين مدير إعلام وزارة الدفاع مشكور. كان أكو مواجهة بين المواطن والمفسوخة عقده وبين وزارة الدفاع حتى نتواجه ونشوف الخلل أو نشوف الحلول أو نشوف الآليات المتبعة لحل مشكلتهم. المطالب كانت موجهة للسيد اللواء تحسين بصفته ممثل الإعلامي لوزارة الدفاع وأوضح تفاصيل خاصة بآلية المفسوخة عقودهم. الآن موجودين في وزارة الدفاع داخل مبنى وزارة الدفاع في المكتب الإعلامي للسيد وزير الدفاع برفقتنا السيد لواء تحسين. حنكمل الحوار معاه. كان أكو ضجة أكثر بوجود السادة المفسوخة عقودهم فالآن حنتحدث مع السيد لواء تحسين بشكل مفصل أكثر. أكو ناس ما مشمولة بالعودة، شنو الأسباب أنه ما مشمولين بيها؟ الآلية كيف يجون يفحصون بأي القواعد؟ حنسولف ويا سيد وائل تحسين مشكور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تحية لكم ولمشاهدي قناة الفلوجة وأهلا وسهلا بكم في وزارة الدفاع. حياك الله سيادة اللواء. أولا نشكرك على تعاونك المستمر مع برنامج صباح هنا بتسهيل المهام بأكثر من القطاعات العسكرية. بالعكس هذا واجبنا وإحنا أنتوا عيننا واللي تشوفون من خلالها كل السلبيات. واليوم تواجدكم هنا ولقائكم ويا الناس ويا المواطنين هو أكبر دليل على أنه أنتوا متابعين الحالة وجزء مهم بالمجتمع وفي بناء المجتمع. سيادة اللواء احنا نريد نوضح بشكل مفصل أكثر. اليوم القرار على ماذا ينص عودة المفسوخة عقودهم؟ تفصيل القرار شنو حتى يكون واضح؟ شكراً لهذا السؤال المهم. الحقيقة يعني وزارة الدفاع أعلنت ومنذ أسبوع أو 10 أيام بأنه
هناك قانون سمح للمفسوخة عقودهم بأن يرجعوا مرة ثانية إلى الخدمة من خلال فحص، يتم فحصهم في مراكز التطوع. هذا القانون شمل أولا اللي ارتكبوا جريمة الغياب لأول مرة، تسمى جريمة قانونيا، تسمى جريمة الغياب بالتأكيد. والنقطة الثانية اللي ارتكب الحقيقة الهروب قلنا لأول مرة، والغياب، وكذلك أيضا يشمل الذين يكون فسخ عقدهم 10/6/2014 صعودا، يعني 10/6/2014 نزولا ما يشملهم، يعني 9/6 ما يشمله، تاريخ حرب داعش الإرهابي بالضبط. هاي نقطة. النقطة الثانية، أكو كثير من المقاتلين هو هرب في سنة 2009/2010/2011، ولكن نتيجة لطول الإجراءات القانونية تم فسخ عقده بال 2014/15/16. هنا الحالة هي قانونيا تبدأ من جريمة ارتكاب الهروب أو حالة ارتكاب الهروب اللي هي بسنة 2009، وانتهاء بفسخ عقده بال 2012/2011/2016. ولذلك أيضا كثير من الإخوان يقول لك إحنا يعني احنا انفسخ عقدنا بال 2015، ليش ما نرجع؟ يا ابو انت ارتكبت جريمه الغياب عفوا بال 2010 او 2009 ونتيجه للاجراءات القانونيه اللي وصلت الى ان طبعا انت تعرف كثير من الوحدات تهيكلت ما عندها اوليات، الى ان يعني كملت الاوليات وحدد بانه في حاسبه الوزاره بانه انت هذا موقفك. ذوي الشهداء اليوم في كل دوائر الدولة وحتى بنظام رئاسة الوزراء وسيد رئيس الوزراء أوعز بقضية أنه الاهتمام بذوي الشهداء وأولوياتهم في التعيين. إحنا من ضمن الحقيقة من ضمن الأولويات المهمة إن اللي هم الجرحى والشهداء، لأن هذول لهم حق علينا، هاي أولا. الشيء الثاني الجريح، يعني هو قدم ما عنده والنوب انظلم، لأنه تدري أنت بالضبط، لا وكثير من عندهم أنه يعني فسخ عقده لأنه ما قدر أن يصل إلى الوحدة، الوحدة مالته تهيكلت، الجرح مالته طال وعدم تمكنه من الاتصال والقطاعات كانت في حركة تحرك. ولذلك هذا القرار أنصف شريحة مهمة في أن تعود أو تأخذ حقوقها أو أن على الأقل تعوض بما فقدته نتيجة لحربها ضد التنظيمات الإرهابية ومعازلتها ومحافظتها على الوطن. ولذلك نعم هناك أولوية لهؤلاء، أولوية في الفحص، أولوية في العودة، أولوية في تقديم كافة الإجراءات لهم. سيادة اللواء، فيما يخص المديريات الخاصة بالتطوع اليوم، هل هناك مثلا حالات وصلت لكم بتصرفات شخصية من مدير موقع، من ضابط فحص مثلا؟ أنتم ضمن الآلية مالتكم هناك شروط متخذة بخص المفسوخ عقده. نعم. من يتوجه للمطار أو للقاعدة العسكرية يقولوا له أنت مرفوض، هو بالحقيقة ما مرفوض. يعني أنت اليوم هم أيضا إحنا وياك يعني واكبنا كثير والإخوان كانوا معنا وشفنا أنه بعض الحالات أنه يقول له اسمك مظاهر. نعم. يأتي إلى الحازمة الرئيسية في وزارة الدفاع ويلاحظ أنه ينطوق قصاصة، هاي القصاصة تحتوي على بعض المعلومات وتمكن من أن يرجع مرة ثانية إلى المركز. بعض الإخوان يقول زين مو هاي القصاصة ما مختومة، ما له علاقة الختم، وانتو شفتوا أمامكم صار الحوار، اتصلت أصور حضرتك واتصلت بي مسؤول التطوع وقال اللواء لطيف يعني وأمامكم أعلن أنه حتى يعني حتى خوفا من أنه تحدث هيك حالات يكون توجيه من عندكم أنه أنت اتصلت بالسيد مدير دار التطوع، مدير التطوع اللواء لطيف، وكان رده أنه هاي القصاصة اللي نعطيها ملزمة لمراكز التطوع بقبولها بلا ختم، وهي معلومات مهمة تمكن وتساعد الشخص اللي جالس هناك في مركز التطوع من أن يقوم بواجباته بصورة أحسن. أولا تساعد اللي ما موجود اسمه، تساعد مركز التطوع في الحصول على بيانات إضافية أخرى من أجل تجديدها وتحديدها، والنقطة الثالثة هي آلية عمل مهمة بالنسبة لنا في وزارة الدفاع وفق السياقات اللي معمول بها داخل الوزارة. سيادة الوعدنا سؤال بعيد عن قضية المفسوخة عقودهم، أكو حديث عن انسحاب القوات العسكرية
من بغداد إلى أطراف بغداد أو إلى حدود العراق، يعني تسليم ملف تسليم وزارة الدفاع للداخلية، أكو هيج ملف أنه أكو فرق راح تنسحب أو انسحب؟ إحنا يعني وقبل أيام يعني وزير الدفاع السيد نجاح الشمري أعلن بأنه وخلال اجتماعاته الرسمية بأنه مهمة الجيش هي الدفاع عن حدود العراق، وهناك معسكرات خاصة للجيش، والجيش مهمته أكبر من أن يكون داخل المدن، لأنه هو عنده أولا عنده عمليات رئيسية، عنده تدريب يختلف عن تدريب بالضبط، تدريبه يختلف سواء بأسلحته الثقيلة أو بدروعة أو بحتى طائراته، ولذلك وزير الدفاع يقول مهمة الجيش أنه خارج المدن وليس داخل المدن، ولكن الظروف اللي مر بها البلد أنه إحنا اضطرينا أن نساعد وزارة الداخلية كون لا تمتلك تلك القطاعات اللي تناسبها. نعم نحن في تخطيطنا كوزارة الدفاع يعني وليس أوعز وإنما عازمين على أن نرحل إلى معسكرات خاصة بنا ونترك هذه المهمة إلى وزارة الداخلية، وأعتقد هي بدأت الإجراءات من خلال الاتصالات فيما بيننا وبين وزارة الداخلية، وأيضا هي تبدأ تدريجيا حول تحسن الوضع الأمني، وكذلك أيضا بعد أن تكتمل بناء قدراتها خصوصا وزارة الداخلية. أكو حديث عن انسحاب الفرقة 11 من بغداد؟ لا لا لا, لا هذا الحديث غير دقيق. إحنا الانسحاب مالنا هو غير معلن، وفرقة 11 تمارس أعمالها وإطفاء خصوصا كل نقاط التفتيش. النقطة المهمة أنه حال اكتمال قوات الداخلية لا يوجد واعز أن يبقى الجيش داخل المدن، ولذلك الوزير مؤكد دائما على أنه الجيش يجب أن يكون في معسكرات خاصة به. حتى نقلا عن حديث الشارع العراقي، تحدث أنه اليوم مظاهر العسكرية في مدن كثكنات عسكرية مو حلوة والأي بالضبط. وبعدين إحنا آلياتنا شوية يعني صعبة، يعني احتمال من تمشي بالشارع تأذي الشارع، البنى التحتية. أيضا إحنا عندنا يعني تدري أنت أوامرنا ووصايعنا وتعليماتنا وحتى تدريبنا يختلف، ما يتناسب ويا عمل الشارع المدني، أو ينطي رسالة أنه دائما إحنا في حالة توتر أو حرب أو هذا. فبالعكس إحنا نريد ننطي رسالة أنه اطمئنان، أنه الحمد لله سحقنا التنظيمات الإرهابية، خلي القانون يأخذ مجرى، الآن الجيش راح يروح إلى مهمته السامية اللي هي التدريب، والتدريب من أجل أن يستعد لأي حالة طارئة قد تحدث أو تعصف بالبلاد. أنا أشكر جزيل الشكر سيد لواء تحسين مدير عام. أنا كلش ممتن منكم وممتن من قناتكم الكريمة اللي دائما تتواصل ويا المواطنين، والحقيقة يعني أنا من خلالكم أحب أن أوجه رسالة إلى أخواننا وشعبنا اللي هي تقول لا دائما نستمع إلى الإشاعات والأقاويل. يعني إحنا عندنا للأسف مواقع التواصل الاجتماعي في بعض الأحيان تقول كلام غير دقيق وغير صحيح، وأنت اليوم لمستها بنفسك. يعني أحدهم أسئلة أقول له أنت مين لك هاي المعلومة، يقول مو على الفيسبوك، لا أو قلولي يعني أو قلولي شعب قد يكون طيب بعض المجتمع ينقل. طيب أكو قنوات حلوة، أكو إعلام، أكو جهة رسمية هي وزارة الدفاع، الموقع إعلام وزارة الدفاع، أكو موقع أدخل وأبها وأخذ المعلومة. اليوم من أثناء تصوير حلقتنا في الأمس كانت عندنا وقبلها معلومات أنه بيع من صفحتكم بإعلام وزارة الدفاع أنه السيد وزير الدفاع أوعز بإعطاء 700 درجة خاصة بالدورة 82. بالضبط تأكدنا من المعلومة وطلعت المعلومة صحيحة. المعلومة صحيحة، بس هو وزير الدفاع أوعز المن الدورة 82 اللي دخلت أسماءهم بالقرعة وما طلعوا، انطاهم فرصة أخرى بعد أن تفتتح بالقريب العاجل دورة 83 بأن تأخذ 700 اسم مخصصة لهؤلاء من أجل مساعدة الشباب في ذلك. أنا أشكرك جزيل الشكر. شكراً إلى المكتب الإعلامي الخاص بوزارة الدفاع، وأنا متابع لعمل الوزارات وخاصة عمل الدوائر أو أقسام الإعلام الخاصة بمديريات الإعلام الوزارات بصراحة، وليس أمام وزارة الدفاع، إعلام وزارة الدفاع حريص على أن يصل إلى الجريح، حريص على أن يصل إلى أماكن إنه آخر نقطة في العراق، مثل ما شفنا اليوم السيد الصور ما أعرف رتبته عميد أو لواء في الحدود السورية العراقية، أدى له تحية السيد لواء، أدى له تحية
الضابط السوري. اليوم عندما الإعلام يصل إلى آخر نقطة ووسط العراق وأطراف العراق وكل حدوده وكل الخارطة الخاصة به وكل الأفرع اللي يصل لها المواطن العراقي، هذا شيء نثمن عليه ونحث باقي الوزارات أن تصل إلى المواطن، ولكن نتمنى أيضا النجاح المستمر لهم، ونتمنى أن يكون أكو التطور المستمر لعمل الإعلام في الوزارات، الإعلام الحكومي. نتمنى لهم الموفقية ونتمنى لهم النجاح في عملهم. كانت هذه حلقتنا من أمام مبنى وزارة الدفاع ومن داخل مبنى وزارة الدفاع لنصل إلى نقطة الحل. دائما نتحدث مو نقطة الخلاف، نقطة الحل. ومن هذه النقطة نختم حلقتنا لهذا اليوم من داخل وزارة الدفاع. إن شاء الله نكون أوصلنا المعلومة بحرفية وبدقة ومهنية، ونحن موجودين مع الناس ومن الناس إلى الناس. هذه المعلومات تصلكم من برنامج صباح هنا. نلتقيكم في الغد في حلقة أخرى. في أمان الله.